تنفعش. أفندم؟ لا أبدا مفيش حاجة، ما نستغناش. ألو؟ حاضر يا فندم. اتفضل من هنا. إيه؟ أروح؟ لا، هتقابل سكرتيرة المدير. خبر اسود، طول على كده اللي في البلد ارحم. المهندس مجدي مش كده؟ لا ايوه. اتفضل، سياده المدير منتظرك. باشمهندس هواري كان قدم لحضرتك الاوراق ده قبل كده، هو مشروع مش بطال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. احب اعرفك بالمهندس سامي من نفس تخصصك، ارجو انكم تتعاونوا مع بعض كويس. اهلا وسهلا يا فندم، سعيد جدا. مع السلامه. اتفضل حضرتك. اتفضل. لا والله ما يصحش. اتفضل حضرتك. لا اتفضل. طيب اتفضل. اتفضل. لا ما يصحش. لا اتفضل. لا والله ما يجيش. طيب اتفضل. اتفضل. كل الدوسيات هتلاقيها موجودة. طيب كويس. شوف يا سيدي. ايه يا مجدي، في حاجة؟ لا ما فيش. شوف مين وحياتك يا مجد. الو، دي واحدة ست عايزاك. الستات اللي عايزيني كتير، المهم هي مين فيهم؟ الست هانم الستات اللي عايزينه كتير، المهم انت مين فيهم؟ الله يخرب عقلك، ايه اللي انت عملته ده؟ بسألها عشان هي تقول لي وانا اقول لها. هتودينا في داهية. الو؟ نونا؟ حياتي، روحي، عقلي. يا شيخة حرام عليكي، ده زميلي بيهزر معاكي. وده معقول؟ وانا طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا أحلى اسم، وأحلى صورة. حاضر، من عينيا. ستة بالدقيقة هكون عندك. باين عليك بتحبها قوي قوي. الو توتو. حياتي، روحي، عقلي. حرام عليك تظلميني بالشكل ده. كفاية تعرفي ان طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صورة. حاضر، من عينيا. ستة بالدقيقة هكون عندك. انت ناوي تقابل الاتنين مع بعض؟ ليه؟ اصلك اديت ميعاد للاولانية الساعة 6 وللتانية برضه الساعة 6. بيني وبينك لا حقابل دي ولا حقابل دي. حقابل واحدة تالتة. انما ايه؟ انت بتعرفهم ازاي؟ نعم؟ قصدي اقول يعني بتلاقيهم فين؟ النوادي مليانة على قفا من يشيل. وفيهم حاجات كده زي لهطة القشطة. قشطة؟ قصدي أقول يعني حلوين ومربربين؟ ملكات جمال يا أستاذ. أمال أنا قربت على أسبوع هنا ومش لاقي حاجة ليه؟ عشان أنت كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. اسمع. إيه؟ هات 5 جنيه وأنا أريحك. ليه؟ هات بس. خد اللي معايا. هفرجك اللي ما شفتهوش طول عمرك. نب.